بسم الله الرحمن الرحيم تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم كتيبة شهداء بدر كتيبة الأسلحة المدرعة كتيبة الأسلحة الثقيلة سوف نقوم الآن بقصف المدرسة وسكنة المهلب ومشفى عثمان الذي أصبح من مشفى تحول إلى مقر للشبيحة وعناصر حزب الله الإيرانيين والمدرسة تحولت من مدرسة أطفال إلى مقر لحزب الله وكتائب البعث والشبيحة